هو فعلا لغة الجسد كاشفة؟ يعني هل أقدر أكتشف إن اللي قدامي بيكذب أو بيحبني؟ هل في علامات معينة حقيقية يعني بتبقى مفهومة للكذب أو النفاق أو الصدق أو غيره يعني؟ لغة الجسد مرتبطة بدوائر عصبية معينة في المخ. لغة الجسد أنا ممكن أكذب بالكلام، ممكن أوصل لحد شعور معين، لكن ممكن لو ده تضرب مع لغة الجسد أنا هصدق لغة الجسد. بيقولوا إن في المعدل إحنا بنكذب 10 كذبات في اليوم كلنا. ده الطبيعي. ده الطبيعي. آه. ده حتى نحيتك تقولي إزايك وأنا أقول الحمد لله وأنا متضايقة، دي اسمها كذبة. صح. بتبان بقى في لغة الجسد. أوكي. في المشاعر المرآة ليها الجهاز العصبي، المرآة لي هي لغة الجسد. بشكل لا إرادي. بشكل لا إرادي. لكن في ناس بيتدربوا. يعني في ناس بيشتغلوا في أماكن معينة بيتدربوا إزاي يتحكموا في جهازهم العصبي. وبالتالي بيقدروا يتحكموا في البادي لانجوج او لغه الجسد. طب مثلا بيكذب يعني ايه؟ يعني ايه الشخص ده بيكذب؟ الشخص ده بيكذب ولو هو مش متدرب فطبيعي يكون متوتر. فمتوتر يعني في الجهاز العصبي، انا عندي جهاز عصبي اسمه السيمباثاوي وعندي باراسيمباثاوي. الباراسيمباثاوي هو اللي شغال وانا هادي او انا زي ما بيقولوا عليه كده الديفولت مود اللي هو الطبيعي بتاعي. وقت ما هبتدي اتوتر هيبتدي الجهاز العصبي السيمباثاوي هو اللي يشتغل، وده بيغير فيسيولوجيا الجسم. الاقي ضربات القلب زادت. طب هل انا قدام حد هعرف ان انا اسمع مثلا ضربات قلبه؟ ده هيبان في طريقه كلامه، في تقطيع الصوت، في النفس. كل ده بيبقى ريفلكتد من ضربات القلب. لما الجهاز العصبي السيمباثاوي يبقى شغال جسم كله بيبقى مليان ادرينالين، وده بيخلي العضلات يحصل فيه حاجه اسمها تريمرز يعني رعشه. هتلاقي اللي بيتكلم لو هو متنرفز، على فكره هلاقي ده بتعمل كده، هلاقي نفسي مش عارف اقعد في نفس المكان اللي انا قاعد فيه. بيخلي حدقه العين توسع. هو خلق، هو ربنا بيخلي الجهاز العصبي السيمباثاوي يوسع حدقه العين. ودي حاجه ليها علاقه بالسرفايفل او ان انا احمي نفسي. ليه؟ لان لما بتتسع حدقه العين بدخل ضوء كتير، فانا لو شفت قدامي حرامي او انا اتحطيت في موقف انا محتاجه ان انا اجري فيه، فانا عايز ادخل في عيني اكتر كم من الضوء عشان خاطر اعرف اخد قرار واتحرك بسرعه، اتصرف، محتاج قلبي يدق بسرعه والدم يوصل كتير للعضلات عشان اعرف اجري عشان اعرف احمي نفسي. فهو الجهاز العصبي السيمباثاوي بيهيئ جسمي انه يحميني من الخطر. فانا لو انا عايز اعرف اللي قدامي بيكذب ولا لا هبص في عيني. العين بتدل على حاجات كتيرة قوي، بتوضح حاجات كتيرة قوي. لو لقيت حدقة العين واسعة فده معناه ان هو ستريست او متوتر، قد يكون بيحبني. ممكن. قد يكون قلقان او بيكذب ومش مرتاح للموقف. قد تكون الاضاءة هادية في المكان اللي انا فيه. فمهم جدا 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 في البادي لانجوج ان انا اعمل حاجتين مهمين قوي. ان انا ما اخدش كلمة او حركة واحدة ودي فيها قرار. يعني انا شفت حدقة العين اتسعت، لا ده بيكذب او لا ده بيحبني. لا الكلام ده مش مظبوط. لازم اقيس المشهد على بعضه. مشهد على بعضه، وعلى الاقل بيقول لحضرتك تقرا خمس جمل او خمس كلمات في جملة. خمس حركات من لغة الجسد. من لغة الجسد. فده يوضح مفهوم. خلاص انا كده متأكد ان ده يقصد كذا. ان هو يقصد كذا بالظبط. اوكي. لكن من حركة واحدة او اتنين لا مش كافية. ممكن تبقى لازمة عند حد. او كلمة معينة بقولها ودي لازمة انا متعود ان انا اقولها. مش معنى ان انا كذاب او بكذب. الحاجة التانية ان انا لما اجي اقرا لغة الجسد ما ينفعش افصلها عن المحيط. بيقولوا الانفايرومنت. يعني ايه المحيط؟ يعني لو جو برد طبيعي ان احنا بنقعد ازاي؟ بنقعد مربعين ايدينا كاننا بندفي نفسنا. طب في لغة الجسد بيقولك لو حد قاعد قدامك مربع ايده معناها انه لا اراديا بيخلق مسافة ما بينه وما بين اللي قدامه، او بيبقى في ديفنسيف مود يعني عايز يدافع عن نفسه او قاعد او مستعد او متاهب. لكن قد يكون التكييف عالي. فانا ما ينفعش اقرا لغه الجسد. عشان كده لازم اقرا المشهد. اقل حاجه خمس حركات والمحيط. هل فعلا علامات الحب في لغه الجسد حقيقيه؟ يعني انا سمعت انه البنت لو لعبت في شعرها تبقى معجبه باللي قدامها، اللي هو الكلام المتداول بيتقال. هو علميا حقيقي الكلام ده؟ يعني له علاقه؟ مش في لعب الشعر ده بيسموه الجرومينج. يعني انا لا اراديا قاعده قدام حد معجبه بيه. اوكي. فانا عايزه ابقى شكلي في احسن حال، فلا اراديا عقلي الباطن بيخليني احاول اوضب نفسي. اهتم بنفسي. اهتم بنفسي. ده معنى كلمه جرومينج. لو راجل قاعد قدام واحده بيحبها هتلاقيه ممكن لو لابس كرافات مثلا بيحاول يعدلها علشان خاطر هو لا اراديا عايز يبقى في احسن صوره. بس مش شرط ان كل الناس تبقى بتعمل كده. مش شرط. لكن من الحاجات اللي ممكن اقراها وبتبقى واضحه جدا ان لما اكون بحب حد او قاعده مع حد او انا انترستد في الحوار بلاقي كتفي جاي لقدام. كاني يعني بقبل على الشخص ده. او في اتراكشن او في ان انا مشدود للقدام، فبلاقي كتفي عامل كده.
وده لا إراديا وده طبيعي، لأن أنا يعني شايفة حضرتك وعايزة أتكلم مع حضرتك والموضوع شيق، فحبقى عايزة بكل لغة جسد أقرب. طب لو أنا زهقان هلاقيني أعمل إيه؟ قاعد على الكنب أو قاعد فارد نفسي قوي أو قاعد عامل كده، صحيح مفيش اهتمام وتطلع بشكل لا إرادي، أنا مش بتحكم فيها فعلا. وممكن أقول إن أنا مهتمة، بس لو أنا قاعد بالشكل ده معناه إن أنا باعد نفسي. عمري ما هقول إن هو مهتم في القعدة دي فعلا. الحاجة التانية ببص على الرجل التو أو يعني بداية الرجل. بداية الرجل لو لقيتها بصة ناحية الباب فده أصلا وأنا واقفة أصلا بكلم حضرتك ورجلي بصة ناحية الباب، ده معناه إن أنا عايزة أخلص. لا إرادي، ده لا إرادي برضه، لا إراديا أنا عايزة أمشي، فرجلي وجسمي في الاتجاه ده. بيقول حياتك ان برضو من الادب والشياكه في الكلام وحسن الانصات ان انا احرك راسي وانا بكلم حضرتك. طب لو حركتها كتير قعدت اعمل كده، لو ده كتير ده كتير معناها خلص بسرعه عشان انا مستعجل وعايز امشي، وده لا اراديا برضو. هل في دراسه للغه الجسد ليها علاقه بالشكل الجنائي او بالمفهوم الجنائي؟ طيب هو في دراسه اتعملت في السبعينات كانت بتقول ازاي حد يكون عني انطباع. فدلوقتي لو انا بحقق مع حد فانا هاخد اول انطباع. الدراسه دي بتقول ان 55% من الانطباع فيجوال، يعني مرئي، يعني شكل اللي قدامي ولغه الجسد بتاعته، انا شايف منه لبسه وشكله ومسرح شعره ولا مطول دقنه ولا لا والحاجات دي، بلس لغه الجسد بتاعته. 38% من الانطباع ان انا هاخده على حضرتك صوتي، الصوت عالي، الصوت هادي، الصوت بيقطع، الصوت واثق، الصوت بيترعش، ده برضو بيفرق قوي. 7% انا جاي اقول ايه، لانه انا ممكن اقول زي ما انا عايز اقول، بس اللي انا بقوله ده هل هو حقيقة ولا لا، انا هصدق لغة الجسد مش هصدق الكلام. يعني مثلا حتى حياتك امثلة، انا قد اكون بحق مع حد وبسأل حضرتك سؤال قتلت فلان، ودي حادثة فعلا حصلت. يعني كان في واحدة في 94 سنة 94 اسمها سوزن سميث، حطت أطفالها الاثنين في أمريكا في الكار سيت أو في العربية وزقت العربية في البحيرة وموتتها وأطفالهم توفى. وجريت على البوليس قالت ايه؟ قالت ان في حد جه وسرق عربيتي وانا مش لاقي اولادي، وقعدت بقى هيستيريكال وتقعد تعيط وتعمل حاجات كده منهار. البوليس اكتشفها رغم ان دي ام، يعني اخر حاجه ممكن هم يفكروا فيها طبعًا. اكتشفها وبعد 9 أيام هي اعترفت ان هي اللي عملت كده. اكتشفها بسبب لغه الجسد، لغه الجسد، وبسبب شويه حركات هي عملتها. منها ايه؟ منها ان هي هم بيسالوها انت قتلتي ولادك؟ قالت انا بحبهم، انا مش هقتل، انا واي وودنت اي كيل ذم، يعني ما قالتش انا ما قتلتش، قالت انا ليه اعمل كده، انا ليه اعمل كده، ما قلبنفتش. وابتدت تعمل حاجه اسمها ان انا اغير في البرسبشن او وعي او ادراك الشخص اللي قدامي. انها ابتدت تقول انا بحبهم، محد سالها انت بتحبي ولادك؟ محد سالك. هو السؤال اجابته او لا. افضل بقى اقنع، فدي اسمها ايه؟ كونفينسنج، ان انا قاعده عماله اقنع اللي قدامي بعكس الرد. انا عايزه او لا. وحاول اغير رؤيه حضرتك، اقول انا بحب ولادي، ده انا ام كويسه، ده انا كذا، ده انا كذا، ده انا كذا. ده على طول عارفوا ان ده رياكشن مش طبيعي خالص. جريمه ثانيه برده كانت 2002، واحد اسمه بيترسون، سكوت بيترسون، اوكي، عمل ايه؟ قتل مراته كانت حامل تقريبا في الشهر الثاني. ده جنسيته ايه؟ امريكي. اوكي. قتلها، ولما كانوا بيحققوا معاه راحوا سالوه انت قتلت مراتك؟ فابتسم ابتسامه كده، يعني اللي هو انا اقتل مراتي، هو ازاي انا اعمل كده؟ يعني واي وي لايك ليسي. والابتسامه دي ملهاش علاقه بالمضمون او الكونتكست او الحاجه. ان لما انا اتهم حد اقول انت قتلت، طبيعي ما يضحكش، دي صدمه. فلغه الجسد بتاعته لم تتطابق مع الكلام اللي الكلام. هو وبالتالي هم صدقوا لغه الجسد، ولما قعدوا يدوروا اكتر عرفوا ان هو اللي قتل. طلعت حقيقه واتسجنت، ودي هيك برضه اتسجنت. نفس الفكره. كل بلد او كل ثقافه بيبقى ليها لغه جسد معينه، ده نفس الحركه ممكن تتفهم في بلد حاجه وتتفهم في بلد تانية حاجه. فمهم قوي قبل ما اسافر اي بلد لازم اقرا لغه الجسد، ابقى فاهمه الناس بتترجمها ازاي. اوكي. وفي حاجات يونيفرسال، يعني ايه؟ يعني العالم كله متفق عليه وبرضه بتختلف. يعني كلنا عارفين ان الحركه دي معناها ايه. لا او رافض. في بلاد معينة ممكن يبقى معناها فبتحصل لخبطة كبيرة جدا. الحركة دي معناها ايه؟ كويس او لايك. في بلاد معينة معناها كأني بقول رقم 1، في بلاد اخرى معناها ان انا بقول رقم 5 اصلا. حاجة تانية خالص، رغم ان دي يعني معترف عليها او متفق عليها بكده، لكن برضو لازم اقرأ ثقافات البلاد. البيرسونال سبيس، يعني انا لما اقف اتكلم مع حضرتك المسافة المتفق عليها لازم اسيب مسافة. طب
وهي مسافة دراع قدامي ورايا يميني شمالي، هي بيسموها البابل أو البيرسونال سبيس بتاعها. في بلاد معينة لا الدراع ده مش كفاية، أكتر من لا محتاج يكون أكتر من كده لو إحنا بنتكلم مع بعض عشان الشخص يحس إنه مرتاح. وفي بلاد تانية لا الناس عادي بتقرب من بعض وبتتكلم مع بعض وبتحرك إيدها يعني يقولوا إزيك عامل إيه، وده يعني الناس موافقة عليه وعادي جدا وده الطبيعي بتاعهم. سلوك البشر مرتبط بشكل أساسي بجهاز العصب، دوائر عصبية معينة بتبقى أو جهاز العصب السيمباثاوي لما بيشتغل بيدينا انطباع إن الشخص اللي قدامي ده الحالة بتاعته إيه. يعني مثلا أقول حياتك على حاجة، مش إحنا عارفين كرتون اسمه بينوكيو اللي هو كان طبعا كل ما يكذب طبعا مناخيره تطول، هي دي كناية، هو مناخيره مش بتطول ولا حاجة. هو اللي بيحصل إن بيبقى فيه زي إتشنج أو وجع في الأطراف. فالشخص غصب عنه بيعمل كده ليه؟ لان الجهاز العصبي السيمباثاوي لما انا ابقى بكذب بيبقى هو اللي شغال وبيدي في جسمي كله ادرينالين، وده بيأثر على الاوعية الدموية والشعيرات الدموية في الاطراف فبيعمل فيها زي حرقان او اتشي، بلاقي نفسي غصب عني بعمل ايه. حاجة تانية، حركات العين ليها علاقة بدوائر عصبية معينة في المخ. يعني مثلا انا دلوقتي بكلم حضرتك، لو انا بصيت لفوق يبقى انا حيك سالتني سؤال او في استجواب وانا برد، يبقى انا بسترجع صوره ليها علاقه لو انا بصيت لفوق بجيب من الذاكره او بفكر في صوره. طب بصيت لفوق يمين ولا شمال بتفرق. انا دلوقتي قاعده كده فانا بصيت لفوق شمالي انا اللي هو ايه يمين حضرتك بالظبط. الناحيه دي كلها اسمها constructed. يعني ايه constructed؟ يعني بألفها، لان المنطقه المسؤوله عن الكرياتيفيتي او التاليف مش حقيقه. فلو واحده سالت زوجها مثلا انت كنت فين امبارح، لو بص فوق بص فوق بيحاول يفتكر هو بيألف، يعني مش حقيقي بيخلق قصه جديده مش موجوده اصلا. لكن لو بص لفوق الاتجاه التاني بقى اللي هو يميني او شمال حضرتك ده معناه ان هو ريممبرد، فيجولي ريممبرد، يعني بيسترجع حاجه بيسترجع بس من الذاكره اللي حصل صورة. يعني او الصوره. لو العين جت ناحيه الاذن يعني في الوسط نفس الكلام، جت الناحيه دي يبقى معناها ان هو بيألف حاجه. انا بسال حياتك هو قال لك ايه، فانا بفتكر صوت، هنا انا بألف صوت هو مش موجود اصلا، مش موجود. او الكلام ده ما بيتقالش اصلا. مخي بيعمل له كرييشن يعني بيألفه. لو بصيت على الاتجاه التاني يبقى انا بفتكر هو قال لي ايه. لو انا بصيت لتحت ناحية دي او ناحية شمالي ده معناه ان انا او بفكر في مشاعر، حاسس او في ايموشنز في الوقت ده. لو الناحية التانية معناها ان في ناحية عقلية، يعني انا بعقل الكلام اللي بيتقالي. طب لو الشخص اشول الاتجاهين بتعكس عشان بس ايه وانا عامل لو انا مشاكل. عشان ما نعملش مشكلة طب لو انا اشول لا اديله قلم هيمسكه باني ايه تحعرف لقدامي خلاص يبقى ده اشول، فالطريقة اللي هيبص بيها اعرف احكم يبقى العكس. كان الحركة دي تدي معناها ان انا حاسس ان انا سوبيريور، يعني انا اعلى من اللي قدامي. بشوفها مثلا لما الاقي مذيعين بيتكلموا في اي نشره او في اي حاجه بيتعلموا يعملوا الحركه دي، سياسيين بيتعلموا يعملوا الحركه دي، ودي بتدي انطباع للشخص اللي قدامه ان هو الشخص ده واثق من نفسه، واثق وشايف نفسه او شايف نفسه اعلى شويه، انا في حته اعلى شويه، قاصد ان هو يعمل ده عشان يبين او يكونفي المسج دي. طب لو عمل كده بيسموه كلينشنج اللي هو دخل صوابعه في بعض بقى اوكي، وقاعد مثلا ساند في انترفيو او بيكلم اللي قدامه ده معناه ان هو مش عاجبه الكلام او ديفنسيف. كل ما الاقي الشخص بيقفل جسمه او بيقفل الهاله بتاعته كل ما ده يدي انطباع ان هو مش مرتاح، مش مرتاح. كل ما الاقي الشخص بيهم اللي قدام قاعد على طرف الكرسي مش على اخر الكرسي، فاتح ايده فاتح دراعه وبين كفه، معناها ان هو صادق، معناها ان هو عاجبه الكلام، معناها ان هو عايز يسمع اكتر. كل ما فتح ايده يعني كل ما فاتح ايده معناها ان هو صادق. حاجه ثانيه برضو تبين ان انا مش مرتاح ان انا ادوس على حاجه، يعني لو انا مثلا ماسكه كافلينج او انا لابسه هنا حاجه فبدوس عليها، بدوس على شنطتي، ماسكه في اي حاجه، ده معناه ان انا بحاول احمي نفسي. اقدر اتعلم لغه جسد واقدر اتحكم في نفسي واقدر اكون عندي خبره يعني في التحكم ده. هل ده حتى لو ده حصل المتخصصين بسهوله بيقدروا يكتشفوه؟ بتبقى لا بيعملوا حاجه اسمها ان الشخص بيتحط على جهاز زي جهاز كشف الكذب. جهاز كشف الكذب ده بيقيس
حاجة اسمها skin conductance. يعني ايه skin conductance؟ يعني بيحطوا زي مجسات بتقيس مدى التعرق. لو الشخص متوتر طبعا هنا جهاز العصب السيمباثاوي شغال فبيبقى فيه شوية حتى لو مش باين بس بتبقى بسيطة من خلال السنسز الموجودة دي المحطوطة تقدر تقرا ده، بيقرا ضربات القلب بتتغير. بتتغير حتى لو انا سيطرت على نفسي، في حاجات فيسيولوجية بتحصل الا لو حد بقى متدرب تدريب عالي جدا جدا جدا. ده غالبا بيبقى رجل مخابرات اكتر يعني عشان يعرف لو قادر قوي يتحكم. في حاجه اسمها الانكر بوينت، يعني مناطق الارتكاز. وانا قاعده كده عامله كده، فدي منطقه ارتكاز. رجلي على الارض، دي منطقه ارتكاز. لما حد يسالني سؤال في تحقيق وابتدي اتحرك من مناطق الارتكاز بتاعي، ده نوع من انواع القلق او التوتر. وامتى؟ في اول 5 ثواني. هنا في قاعده اسمها اول 5 ثواني. بسأل السؤال وبص لقدامي، لو لقيت منطقه الارتكاز اختلفت او حركت رجلي او هكذا، يبقى السؤال وطر الشخص اللي ده. مهما ابتسم وحاول يبين ان هو كوب، مهما حاول يعمل ان هو حاجه صغيره قوي، استحاله حد يعرف يتحكم في كل الحاجات دي. طب لو انا شخص بتحرك طول الوقت، مش هقول بقى ان دي بتشيل منطقه الارتكاز بتاعها، لان التاني لازم اقرا المشهد على بعضه، مش من حركه واحده. خلي بالي من حاجه مهمه قوي اسمها البيرسونال بايس. بايس يعني انحياز. انا شخص عايز اقفل القضيه وعايز فلان يبقى هو ال، فهبتدي اتلكك واقرا المشهد على حسب ما انا عايز، حسب ما انا عايز. صحيح. لازم اخلي بالي منها لان دي هتوقعني في الغلط. لازم افصل احساسي تماما وانا بحكم. في ضحكه انا بتصور فببتسم، وفي ضحكه فعلا من قلبي، وفي ضحكه معناها ان انا بتهكم من اللي قدامي. بعرفها منين؟ اول حاجه بعرفها من العين، عشان كده بقول حاجه العين ما بتكذبش. العين، العين لو لقيت العين كسرت فمعناها ان هو فرحان فعلا. يعني انا بضحك جامد ولقيت الخطوط اللي هي سيبوها الكلاوس فيت، اللي هي الخطوط اللي هي زي التجاعيد دي بيشوها بالبوتوكس والحاجات دي. وبين حتى الضحكه مش ضحكه حقيقيه، مش حقيقيه، فيك. لكن لو انا بضحك من غير ما اشوف كسره العين دي ورفعت الخدود، لا هو انا بتصور.